بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلبة في درس جديد، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. اليوم راح نتحدث عن إكسرسايز رقم 8-9، طبعا التمرين التاسع باليونت الثامن. طلابنا الأعزاء، هذا التمرين يقول أريدك تدليني على الإنفكسس. شنو معنى إنفكسس؟ طبعا معنى إنفكسس هو التغييرات التي تكون في وسط الكلمة. إذن التغيير اللي يكون بوسط الكلمة أسميه انفكسس، دلينا عليه يعني أشرة. طبعا هنا تغيير فوت في هذا تغيير مبين، ماوس مايس، تيك توك تيكن، مثل ما تشوف هذا التغيير اللي صار، وهذا الحل عندك موجود هنا. شوف هذا التغيير اللي صار عندك، دل على هذا التغيير اللي صار. دلي على ان هذا التغيير هو حدث في هذا الجزء، وهو مخلي لك خط جواب بمعنى التغيير هو مبين. يعني من نشوف تغيير بواسطة الكلمة سميهن انفكسز، سميهن انفكسز انفكسز. طلابنا الاعزاء، توجد عندنا ملازم وشروحات ودورات خصوصي، اللي يحب يتواصل ويانا يتفضل على قناتنا على التليجرام، بيها شرح كل المواد، بيها شرح ملازم، بيها تفاصيل تفيدكم جدا. فموجود الرابط مع القناة على التليجرام بالوصف، تقدر تشوفه أول تعليق إن شاء الله. إذا عندك سؤال أو استفسار أنا حاضر. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.